بصدق ما كاين ابو معارضه حاليا في المغرب. المعارضه الوحيده اللي كاينه اليوم في الشارع هو الحزب المغربي الحر، باستثناءه ما كايناش المعارضه. حنا ماشي في البرلمان، وبالتالي الصوت ديالنا ما مسموعش، ولكن المعارضه في البرلمان ماشي ميته مساليه، وما كاينش، ما كاينش معارضه، ما كايناش المعارضه الحقيقيه هذيك، ما كايناش المعارضه، لان الاحزاب اللي ماشي في الحكومه ما عندهاش الشجاعه تمشي مع المظلومين وتمشي الى نهايه المطاف ونهايه الى اخر نفس مع المظلوم، لان المعارضه كتبدا في بحث عن الظلم ومحاربته وابراز المشاكل العويصه، محاربه الفساد وابراز المفسدين وسبب الفساد باش يجعل لهم حد. هاد العمل هذا كسياسه ما كايناش في المغرب، ما بقاش نحلموا هادشي، راه ما كاينش منه. وبالتالي اليساريين داخلين في الحكومه ماشي في الحكومه، هما سفراء، هما مسؤولين، هما دخلهم في شي لجنه، هما دخلهم في الدستور، هما دخلهم في المجلس الوطني لحقوق الانسان، هما دخلهم هنايا وخرجهم من هنايا. ما هما بانوا طابع انتهازي ديال هاد التشكيل، ديال هاد التيار، بان وبرز اكثر من الطابع الرومانسي الانساني الحلم. فهمتي؟ خص يكون عندك واحد النظره انسانيه ورومانتيكيه، رومانسيه حول العلاقات داخل المجتمع، باش يمكن لك تعاون الناس تحلم. راك خصك تحلم، الاشكاليه هي دي. هي الحسن التميمي يقول لنا حق عندكم الحق تحلموا المغاربه، حلموا، انا نرجوكم حلموا، حلموا كتبدا تحلم حتى كتحقق، حتى كتحقق الحلم ديالك. ما عندناش ديك القوه هذيك. اليساريين عوض يبرزوا فيهم هذوك اللي عندهم النظره الانسانيه الرومانسيه، كي 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 كيبرزوا هذوك اللي عند اللي بانوا بضعفهم وبانتهازيتهم وب كنشوفهم يوميا فيما يخص ما تبقى في الشراكين، تمتوا كيقيدوا القياده الشراكيه والاتحاد الشراكي للقوات الشعبيه داخل الحكومه. واش كيأثر الحكومه؟ واش ما كيأثرش الحكومه؟ المهم وإذا داخل الحكومة ما كيأثرش كارثة، وإذا كان هادشي اللي كتقوم به الحكومة هو من الاختيارات ديال الاتحاد الاشتراكي كارثتين. فالوصول هي شيء والنضال شيء واحد آخر.